فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يتطهر من كان مصابا بسلس البول وهو ينزل عليه باستمرار؟ هذا يتوضأ عند الصلاة، عندما يريد الصلاة يستنجي ويضع شيء على ذكره يمنع تسرب البول، ثم يتوضأ ويصلي في الحال، صلاته صحيحة ولو نزل عليه البول في الصلاة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.